كيف يعني؟ يعني هل هناك سلبيات في العلاقة كانت، أو شيء كنت تتمناه لم يحصل، أو موقف النادي تجاهك كنت؟ أكيد أكيد في أشياء، يعني في أشياء لابد أن تصير أشياء. تعرف أنا لاعب محترف، يعني أنا صرت اللاعب المحترف الرابع بعد ما كنت أنه أنا اللاعب المحترف الأول في الفريق. أكيد أنه راح تختلف طريقة التعامل، أو أنه أنا أحس يعني أنه اختلفت طريقة التعامل، لأنه تعرف أنا كنت لاعب أساسي بالفريق، يعني كانت كل الظروف مهيئة لي، كل الإمكانيات موجودة ولا زالت أنه موجودة يعني بالفترة الأخيرة، لكنه إحساس اللاعب بعد ما أنه يكون لاعب أساسي بالفريق، وبعدين أنه يشوف نفسه حتى مو على دكة الاحتياط، يشوف نفسه أنه يراقب الفريق ويراقب زملائه اللي كان يلعب معهم من فوق المدرجات، فهذا شيء صعب. يعني أنه مو شرط أنه تعامل النادي يكون زين أو ما يكون زين، في إيجابيات وفي سلبيات. أكيد أنه مو بس نادي العين عنده سلبيات وإيجابيات، لا أكيد أنه لابد أنه أنا تصرفت ممكن أنه فالتصرف أنه لا إرادي، يعني مو بتعمد. أنا حتى من أتفاجأ أنه مؤتمر صحفي ونشأت غادر الدولة بدون أنه لا يعلم أحد وبدون أوراق رسمية اجتهادية، سافر إلى عدة مكانات بدون ما يقول لأحد. لا بالعكس، أنا سافرت بموافقة النادي وكلها كتب موجودة وموثقة، أنه أنا حتى حضرتك تم اتصلت بي قلت لك انه اريد. صحيح، نشأت طلب مني انه نادي العين ياكد موافقته على حضوره لبيروت والورقه اللي تحصلها وفاكس رسمي. فعلا هيك صار، والعلاقه مع نادي العين كانت بهالموضوع ممتازة. فكلها يعني كلها بالاوراق وكلها يعني كل شيء موثق. فانا اتفاجئ انه انا الحمد لله والشكر، يعني انه صعب انه الانسان يشيد بنفسه لكنه انا يمكن 5 سنة محترف فيها، ممكن احترفت في نادي النصر السعودي ونادي الشباب، حد الآن تربطني علاقة جيدة جدا، يعني ممتازة مع نادي النصر ومع نادي الشباب، حتى مع كل الجمهور السعودي اللي أنا 4 سنين عشت بالسعودية. ما أذكر فد يوم إنه تخصم علي. شو أجانا أسئلة من السعودية؟ ما فد يوم تخصم علي راتب أو مكافأة أو تأخري للتمرين أو هذه. فمو نشأة اللي يسافر واللي يعني يسوي أمور ثانية. يعني تشعر إنه العيناويين خذلوك؟ كنت بتتوقع غير هيك؟ لا مو خذلوني، لا بالعكس، هم يعني بالعكس يعني الناس طبعا انا لحد هاللحظه انه اشكرهم، يعني تعرف مش عم اقول الجمهور، عم اقول النادي. لا حتى النادي، حتى الاداره. انا لاعب نادي العين موسم 2007 2008. صعب انه نادي لاعب اساسي ولاعب مباراه من المباراه اعطوني اشاره الكابتن، وانا ممكن اول سنه ممكن 5 مباراة العب مع النادي. صعب انه تجي يعني يجي عقد الى هذا اللاعب ويتركون اللاعب ويقولوا له روح شوف مستقبلك، هذا مستقبلك، احنا ما نقدر نوقف بمستقبلك. كان شيء جميل من الشيخ هزاع ومن الاستاذ محمد خلفان الرميثي وحتى حمد بن خيرات المشرف الفريق، انه شيء جميل انه اتاح لنا الفرصه انه قالوا لي روح شوف مستقبلك، احنا ما نوقف بمستقبلك. لكنه الظروف كلها هي صارت، يعني الظروف كلها صارت انه مو بمصلحة يعني نشأة. بسرعة حتى نرجع لموضوع قطر ونفتح مجال للشباب يسألوك، وكمان نفتح مجال للاتصالات. اجوبة سريعة، هل صحيح انه حصلت اتصالات من قبل نادي طرابزون التركي؟ لا لانه النادي نقل بينهم، بينهم ما في اي اتصال. ما في اي اتصال. الاهلي والشباب السعوديين ما في شيء رسمي. صار اتصالات؟ لا انا قلت لك انا تربطني علاقه يعني بكل اخواني اللي بالسعوديه، يعني كل. لا عم بحكي اتصالات بمعنى اتصالات لانضمامك لهن لواحد من قادسية الكويتي. قادسية الكويتي اجى شخص بعد مباراتنا مع المنتخب العراقي، المنتخب الكويتي اللي كانت في الكويت مباراه وديه قبل مباراه قطر، ممكن شارك ثاني 10 دقائق بالمعسكر. كنتوا اي بالمعسكر، اجى شخص قال لي انه نادي قادسيه يرغبون بيك ويردوك انه تكون موجود معهم. طبعا رحبت بالفكره، انه نادي قادسيه نادي كبير ونادي صاحب قاعده جماهيريه كبيره، اي لاعب يتمنى انه يكون متواجد في نادي القادسيه. بس ما صار شيء رسمي. ولا نادي سعودي صار في اتصال رسمي غير الاهلي والشباب؟ والله كان في كلام يعني، بس ما يعني انا اقول لك ما في شيء رسمي لانه ما اجى عقد يعني على الـ طيب نادي الزمالك صحيح انه عرض عليك $1,000,000 مع رفع المبلغ الى 1,200,000؟ نادي الزمالك المصري عم نحكي. والله صار اتصال بنادي الزمالك، وهذه أول مرة راح أعلنها. نادي الأهلي هم صار اتصال بينهم وبين الكابتن خالد سلمان، لكنه أنا كنت موجود يعني في نادي العين، وحتى في فترة ال6 شهور اللي بعد المشاكل اللي صارت في نادي العين أو الظروف اللي نقول عليها في نادي العين، نادي الزمالك قدم عرض لكنه
قدم لمده سنتين ونص، انا وافقت على سنتين ونص. قلت لهم لو 6 شهور اروح ما عندي مشكله. بس مبدا انه انا اوقع اكثر من سنه ما. والنادي الاهلي هو كل الكلام صار بين خالد سلمان والكابتن خالد سلمان يعني هل كان في عرض جدي من النادي الاهلي؟ نعم. كان في رقم، كان مدة عقد و... اي في 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 رقم وفي في مبالغ. ليه ما فكرت بمصر اليوم الاهلي؟ يمكن اليوم مش بطل افريقيا. قلت لك انا لاعب نادي العين. انا قلت لك انا لاعب نادي العين. العين كانوا مطالبين بمبلغ ممكن مبلغ خيالي انه للتنازل عن الانتقال الدولي. الانتقال نشأت يعني تعرف هي كلها فترة 4 شهور 5 شهور يعني ما في نادي يجي يدفع لك مبلغ كبير للنادي ويدفع للاعب مبلغ. يعني الأهلي والزمالك كانوا يريدونك قبل 4 أشهر. لا الزمالك بداية الموسم. بداية الموسم يعني. المقبل. لا اللي الماضي والأهلي في هذا الموسم يعني. وعلى المواسم أنت فضلت أنك تنهي مدة عقدك مع العين. والله صراحة أنا يعني ما احتراماتي نادي الزمالك ونادي الأهلي، أنا كنت أتمنى أن أكون موجود هناك في مصر. لكن بهذه الفترة اللي كان خطاب بيننا وبين نادي الزمالك ونادي الأهلي والخطابات مع نادي العين، كانت نية مانشستر سيتي للتعاقد معي موجودة ولا زالت لحد الآن موجودة نية مانشستر سيتي، لكن ما أضمن أنه ورقة العمل تطلع لي. هذه هذه مشكلة إحنا نعاني من أدها يعني. إحنا تعرف يعني إحنا مباراتنا الأخيرة مباراتين تعادلنا ومباراة خسرنا، أكيد الترتيب راح يرجع للخلف. إذا إحنا كنا فرق مرتبة واحدة ما أخذت الورك بيرمنت، فشون بهالظروف إنه أقدر إنه أحصل على الورك؟ صح، رغم التدخلات السياسية ما قدر نشأت إنه يحصل على ورقة العمل بالعراق. رح نرجع طبعاً بمحور مستقل لموضوع مانشستر سيتي، وهلأ رح أرجع لموضوع النادي القطري. مشاهدينا وين ما كنتوا بتقدروا تبتدوا تتصلوا فينا على رقمي الهاتف الموجودين أمامكم على الشاشة. 00961 4 523 222 و523 444، ونحن جاهزين لتلقي اتصالاتكم ونترككم تتحاوروا مباشرة مع نجمكم نشأت أكرم. ببتدي كمان مع جمهورنا باستديو، مين بحب يوجه لنشأت أول سؤال؟ تفضل. طبعا احنا نحييك كابتن نشأت. نعم تفضل. رياض الكرم، نحييك كابتن نشأت على روحك ولعبك بالمنتخب، لكن نحب توضح لنا علاقتك مع الكابتن عدنان حمد، وهل راح تستمر يعني باللعب بالمنتخب؟ وعلاقة الكابتن عدنان حمد حقيقة بعموم لاعبي المنتخب، لأنه شفنا المستوى الهابط اللي لعبوا به اللاعبين بمباراتنا مع قطر. شكرا. اكيد طبعا بالبدايه انه ارحب بالجمهور. انا تفاجأت انه ما شاء الله العراقيين بكل مكان يعني، هم مازرين اللاعبين المنتخب ومازرين المنتخب يعني. انه اكيد يعني انه احنا مده 7 سنين يعني مع الكابتن عدنان حمد، ومده طويله ممكن احنا صرنا مع الكابتن عدنان حمد يعني من خلال الكابتن عدنان حمد في بطوله اسيا وفي اولمبياد اثينا وفي امم اسيا اللي 2000 اللي كانت فيها الصين، وحتى علاقتنا يعني ظلت موجوده مع الكابتن عدنان حمد. مدرب كبير، صاحب اسم كبير، ذو اخلاق عاليه، هذا شيء مشهود له يعني انه علاقته بكل اللاعبين طيبه مو بس مع نشأت اكرم يعني. فالكابتن عدنان حمد اخ وصديق واب ويعني انسان قريب علي جدا يعني، حتى من خلال الكابتن عدنان حمد كان تواجدنا بالبرنامج يعني. مزبوط. فعلا انا بوجه تحيه للكابتن عدنان، وبعتقد بعد شوي رح يكون معنا. باخذ اتصال من حسين من العراق. مساء الخير يا حسين. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل حسين. شلونك اخي؟ الحمد لله، تفضل. ممكن تعطيني نشأت؟ نشأت معك.